لا على وزير المال يتم صرف سيارة للشيخ محمد حسين عامر. محمد حسين عامر رجاله. شكرا لك يا هذا الرئيس. والقرط يقول للرئيس وانا في دالك يا رئيس تعطيني حتى موتور. والرئيس رد له انا لا اعطيك موتور، انا عايز اعطيك سيارة مثل حق الشيخ محمد حسين عامر. محمد حسين عامر زعل مش دلون دماغه. كلا وبالله وبل ما اعطيته سيارة الا اذا كان ستعطيني ثنتين. لا تزعل يا شيخ احمد حسين، انا عاد اعطيك ثنتين وشيخ القريطي سياره. اكرمك الله يا ذا الرئيس، الله يديمك عزا وفخرا لليمن. لا شكر على واجب، انتم علماء مثقفين اتعلمتوا من ما تعلمت به الاجيال والشرفاء. وكل عام وانتم بخير وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.